السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الحوت. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. ان شاء الله باذن الله يا برج الحوت، دي توقعات شهر مارس، هيكون في تقدم وفي خير وفي فرحه طال انتظارها. ان شاء الله باذن الله قراءتنا النهارده تكون طاقه ويكون في خير قادم لحياتك. يا رب القراءه تدخل كده لقلبك على طول وتسمع كل الاخبار اللي انت محتاج تسمعها الفتره دي. اول حاجه طبعا ما تبخلش عليا باللايك الجميل وبالتعليق اللي بتصلي بيه على الحبيب. انا بعتذر جدا، اشد الاعتذار اني بتاخر جدا عليك يا برج الحوت، بس ان شاء الله باذن الله الفيديو بتاعك يكون من الفيديوهات الجميله اللي تدخل على قلبك. ولو بتعاني من سحر ولا قرين ولا تبيعه ولا وسواس ولا اي مشكله عندك، اول تعليق لينك قناتنا التانية اللي عليها العلاج الشافي بفضل ربنا، لعل يكون شافي ليك ولايامك اللي جايه باذن الله. هنشوف مع بعض واقعنا وهنشوف مع بعض ايه الاخبار، وكل اللي هتفكر فيه هيظهر معانا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد ونضرب الكواكع وبسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. طريقين مفتوحين قدامك، طريقين، الطريق ده فيه خير، الطريق ده هيطلعك من موضوع مهم، هيطلعك من حاجة كبيرة في حياتك الله أعلم، بس الطريق ده فيه هنا فترة من الفترات هتكون حلوة لحياتك، هتكون مميزة، هتلاقي فيها دعم من أشخاص أو هتلاقي فيها دعم من ناس مقربين بإذن الله. ممكن كمان الفترة دي تناسبك قوي تشتري الحاجة اللي أنت عايزها، أو تناسبك قوي أن أنت تتميز بقدراتك وتلاقي نفسك عندك دفعة للأمام. ماشي في طريق، والطريق ده برضه عايز أقولك أن هو هيكون سبب تخطيطك وسبب النجاح والدور الكبير اللي هتلاقي فيه انت منتظم فيه بإذن الله. في هنا شوية سعادة وفي شوية راحة. انت بعد ما هتخلص الطريق ده هتدخل على طاقة إيجابية، وأقدر أقولك ان بانتظارك فترة فيها بعض الراحات بإذن الله. بس الطريق التاني ده عايز أقولك ان الطريق ده فيه ألم لجسمك، ألم في الركبة، وجع في الظهر، نومك مش مستمر، يعني مش عارف تنام، دايما في تفكير، في تشتت، عدم راحة. الطريق التاني ده طريق جسمك، فجسمك وجعك اليومين دول وبتعاني من كذا حاجة، بس ما تقلقش، انت عندك هنا ممكن يكون سفر، الله أعلم إذا كان سفر شغل أو إذا كان سفر لقاء بحد مقربين لقلبك، سفر لأهل، رجوع من غربة، ممكن ما يكونش السفر ده ليك انت، ممكن السفر ده يكون لحد هيرجع لك، حد اللي مقرب في حياتك، مين عايز يسافر عندك، في ورق عاطل عندك في محاكم، في أمور بتحاول ان انت يعني تخلصه علشان السفر يتم على خير بإذن الله. أقدر أقولك إن هنا أنت بالك مشغول بتطوير علاقة مش قادر تستحملها، أو بتطوير علاقة واقفة مش في صالحك، يعني هي واقفة قدامك وأنت بتحاول إن أنت تاخد نفس عميق، بتحاول إن أنت تشتغل على نفسك بقدر المستطاع عشان أنت ما بتحبش تشيل الهموم زيادة عن اللزوم. فالبشرة اللي جاية لك هتكون بشرة سارة، هتحسن الدخل بتاعك وهتحسن الأمور اللي عندك. انت مشكلتك ان انت دايما بيتكلموا عليك، بتشغل تفكير اللي حواليك ازاي ما تعرفش، بس هنا انت شاغل بال ناس كتيرة جدا انت ما عملتش ليهم حاجة، فعشان كده محسود. محسود على ايه؟ على اي حاجة في حياتك، فياريت تخلي بالك علشان دايما بيحاولوا يشوفوك بصورة من صورتك، ودي المشكلة اللي بتعاني منها انت حاليا. الله اعلم انت في ايه في حياتك عشان كده عايزين ياخدوه منك. هنا في شوية غيمة على وشك عن موضوع انت مش عارف تفهمه، او عن موضوع انت مش عارف تتخلص منه. هو الموضوع ده اللي عامل لك انشغالات مخليك بتفكر كتير او زيادة عن اللزوم. لو خليت بالك من نفسك هتلاقي الامور بدأت تتحسن في حياتك، وهتلاقي نفسك بدأت تطلع من الطاقات السلبية اللي انت بتمر بيها. مهما تكون الطاقة السلبية بس هيكون عندك تحسن في الداخل وتحسن في طاقات بإذن الله. بعض اللخبطة بتجيلك من الشريك، انت حاليا بتعاني من ضغط الشريك، بتعاني من كذبة كذبها عليك الشريك الله اعلم، بس انت في حد عرفته، الحد اللي انت عرفته ده خذلك.
انت كل الناس اللي في حياتك تعبان منها وزهقان وقرفان، ونلم القواقع بتاعتنا ونضرب تاني، وبرضه نشوف ايه اللي هيظهر معانا في قراءتنا ان شاء الله. اول حاجه انت هنا عندك خروج من التقيد اللي انت حاليا بتمر بيه، خروج من مشكله، خروج من ازمه، الله اعلم، عندك خروج من اي حاجه انت حاليا متقيد بيها، اذا كانت علاقه او اذا كانت مشكله او اذا كانت حاجه معينه الله اعلم، بس عندك خروج من حاجه مش مرتاح فيها. ممكن تكون انت حاليا في علاقه، حاليا انت في مشوار، حاليا انت في شغل، حاليا انت مع ناس الله اعلم، بس الحاجه اللي انت حاليا فيها مش مرتاح خالص، وبتحاول تطنش، بتحاول تكبر دماغك، اتغيرت عن الاول بكتير. خلال فترة معينة هتسمع خبر بشأن الموضوع اللي ببالك، بشأن الكلام اللي عمال يدور في دماغك، ففي كمان في هنا خبر هيجيلك، الخبر ده اقدر اقولك ان ممكن يخص الشريك او يخص حد هتكتشف عنه حاجة. من بعد ما هتسمع الخبر ده ممكن يطفي النار اللي جوه قلبك، ممكن يخرجك من المشكلة الكبيرة اللي انت عمال تعاني منها. في حد هنا بينك وما بينه علاقة على السوشيال ميديا، حاليا بيفكر فيك، حاليا عايز يتكلم معاك، حاليا عايز يقرب منك، الله أعلم. في هنا حبة مشاكل، حبة المشاكل دول بينك وما بين أشخاص معينة في حياتك، يعني أنت دايما بتحط نفسك في مشاكل مع أشخاص ما يستاهلوش، بتبقى قاعد في حالك، بتبقى قاعد بعيد عن الناس، وتلاقي هبة المشكلة وقعت عليك من غير أي سبب ومن غير أي حاجة أنت بتعملها. بس بعد وقف الحال اللي أنت حاليا فيه هيكون في نجاح، ونجاح عظيم جدا. ليه؟ علشان ناوي تحط نقط على الحروف. هنا عندك معاناة من الشريك، أنت بينك وما بين الشريك مفيش راحة، صح ولا غلط؟ بينك وما بين الشريك دايما كل واحد عايز حاجة غير التانية. في كمان هنا بينك وما بين الأسرة نقط على حروف، هتحط نقط على حروف بينك وما بين أشخاص في عيلتك، بينك وما بين الأشخاص اللي في حياتك، بس شايفالك إنه في حد، أو أنت دايما بتسمع كلام حد، أو في حد عندك في حياتك دايما بيحاول يبخ كلام وحش، دايما بيحاول يديك أفكار سلبية، دايما بيتكلم عليك وبيحاول يأذيك، الحد ده موجود في العيلة. ومش عايزاك دايما تسمع كلام اي حد متخصص ان هو يوصل لك اي كلمة تضايقك. بسم الله عليك، في هنا مواجهة، مع المواجهة دي، من بعد كلام انت سمعته، فهتواجه اشخاص في حياتك، فياريت تسكت وما تتكلمش زيادة عن اللزوم، علشان المواجهة دي تكون من صالحك انت، تكون ليك انت. قلبك مكسور، قلبك مغدور، بعض منكم نفسه في لم شمل، البعض منكم نفسه يكون عنده أطفال، طاقة إنجاب، أو في أطفال بعاد عنكم مستنيين لقائهم، مستنيين تشوفوهم الله أعلم، بس في هنا تفكير بخصوص أطفال. من ناحية القلب، القلب موجوع، بس بإذن الله هتسمع أحلى خبر ينجيك ويطفي النار اللي في قلبك بسبب الأشخاص اللي حواليك. اكسر الروتين بتاعك، علشان خاطر الروتين اللي انت فيه هو اللي مخليك داخل في طاقة سلبية. انت لو كسرت الروتين اللي حاليا بتمر بيه هتلاقي حياتك بدأت تتحسن، وهتلاقي الفرحة بإذن الله وحده بدأت تعوم على حياتك، وبدأت الطاقات الإيجابية تلاقيها واحدة واحدة بتتوزع ليك، علشان خاطر الهم اللي انت شايله هتطلع منه بإذن الله. طاقة خوف على شخص مريض، طاقة خوف على نفسك من أشخاص في حياتك الله أعلم. الخوف ده جوه قلبك، أنت مشكلتك حاجة واحدة بس، عارف إيه هي؟ إني مش هقولك نجمة خفيف، بس دايما في حاجة بتوسوسك، وسواس، وسواس قهري في حياتك، بتجيلك كده أفكار رهيبة وبتصدقها، بتصدق كل حاجة تتقال في بالك، بتحس كده إن في حد بيكلمك الله أعلم. في حد عندك ناوي يعمل عملية، إذا كانت عملية في عينيه أو عملية في حاجة معينة الله أعلم، بس في حد ناوي يعمل عملية عندك، اللي الست الكبيرة دي اللي عندك في حياتك ناوية تعمل عملية، هي مقربة ليك، تربطك بيها صلة أو في تقارب بينكم، أنت هتحاول بقدر المستطاع تقف جنبها وتحاول تساعدها، بتحاول ان انت تمشيها لطريق الخير، فانت هتقف جنبها بإذن الله الفترة اللي جاية.
فياريت تكون أعصابك هادية وتستحمل كل الأشخاص اللي حواليك، بس ما تجيش على نفسك. ونلم الكوكع ونشوف مع بعض ونضرب، وإن شاء الله بإذن الله خير. طريقك فيه دايرة، والدايرة دي مخلياك حاسس بكتلة المشاكل، وفي طفل عندك زي القمر او بنوتة او شاب، هو في حد عندك شكله جميل حلو قوي، اذا كان ابنكم او بنتكم او اذا كان حد مقرب لقلبكم الله اعلم. الحد ده مريض او تعبان او ممكن يتعب الفترة اللي جاية، بس ان شاء الله باذن الله مش هيكون تعبه كبير او تعبه مضر، ما تخافوش عليه، بس انتوا طبطبوا عليه. ولو حس باي مشكلة او حس باي تعب، يا ريت دايما تودوه للدكتور او تودوها للدكتور، علشان خاطر ما تحسوش ان المشكله بدات تكبر. ان شاء الله باذن الله مش هيسيبوا اي حاجه وهيكون دايما متالق. في حد طلب منكم فلوس الفتره دي وانتوا رفضتوا تتعاملوا معاه، او انت طالب من حد فلوس وما ردش عليك. في موضوع شاغل بالك، هتحط له خط او هتاخد فيه القرار الصح، او الموضوع ده هتقول خلاص انا عمالة افكر فيه، جاي على نفسي فيه، عمالة اعمل حاجات كتيرة جدا فيه، بس انا تعبت، فلازم اخد في الموضوع ده القرار الصح، ولازم احط له حد، اذا كانت علاقة او اذا كان مصير حاجة الله اعلم. عارف ايه اكتر مشكلة انت بتعاني منها هنا؟ المشكلة اللي انت بتعاني منها دايما هي الوحدة بتاعتك، هي ان انت حاسس ان انت وحيد دايما، وحاسس ان مفيش حد جنبك، ولا في حد بيدعمك، ولا في حد واقف في حياتك. اهدى وهدي اعصابك، اخبارك انت اللي بتكررها، والاشخاص بيحكموا عليك من ورا اللي بيسمعوه منك او عليك او عنك. وزي ما الناس بتتكلم عليك، وفي ناس بتحبك، في ناس كمان بتكرهك، انت بس اهدى هدي اعصابك. مهما يكون الطريق اللي انت ماشي فيه، اذا كان صعب او اذا كان مش صعب، ده الطريق اللي ربنا اختاره لك، وده الطريق اللي ممكن ينجيك من اي مشكلة او من اي هم. نقطتين هتحطهم على الحروف، ومن ورا النقطتين دول هتاخد قرار حلو. بقدر المستطاع انت فيه حاجة بتفكر فيها، اذا كان عايز تسافر لدولة غير الدول اللي في العربية، او اذا كان في حد بينك وما بينه اختلاف الله اعلم، بس عندك اختلاف مع حد، او في مواضيع عندك وفي ورقة عاطلة في المحكمة عايز تخلصها، بقدر المستطاع. مهما كانت العلاقة اللي في حياتك انت تعبان فيها، تأكد ان ربنا في اقرب وقت هيحط لك حد، في اقرب وقت هينجيك، ما تقلقش خالص. الهم اللي انت شايله على كتفك وماشي بيه لوحدك، ربك باذن الله هيزيله عنك. يعني انت في هم كبير او في حاجات كتيرة جدا اليومين دول انت عايز تشتريها، عايز تعملها، عايز تواجه، عايز تعمل الله اعلم. فلو في هم عندك، في طاقة حزن، في حد مخنوق، في حد متضايق، في حد مريض، شوف انت الهم اللي شاغل بالك وبتفكر فيه حاليا، ربنا هينجيك منه. طول ما الخطة في دماغك وطول ما انت عايز تسعى، امشي من غير اي حاجة تخص حياتك، بس عايزاك قبل اي قرار وقبل اي موضوع وقبل اي مهمة تاخد حبة من الراحة، ارتاح شوية، بص للامور بشكل ايجابي، وحقق كل حاجة بتدور في بالك، وما تسمعش ابدا اي حد ممكن يفكر بس ان هو يتكلم عليك كلمة تأذيك. في انتظارك فترات جميلة ما تضيحهاش من ايدك ابدا، ومهما يقولوا لك الاشخاص اللي في حياتك، انصحك ان انت ما تسمعش كلام حد، وانصحك كمان ان مهما يحاولوا يتكلموا عليك، اوعى تسمع كلام اي حد ابدا. في كذا حقيقة ممكن تكتشفها الايام اللي جاية، الحقيقة دي هي دايما الحقيقة بتكون في بدايتها صعبة، بس قد ايه بعد كده هتحس ان ربنا بينجيك من حاجات كتيرة جدا. انت بتداري دايما نقطة ضعفك، بتداري دايما اي حاجة ممكن تحسس الشخص اللي قدامك ان انت ضعيف، بالعكس دايما بتغيب وبتبان بقدراتك، بتبان بحياتك، بس حياتك جميلة، الشمس فيها واضحة، في حبة هتكون في أيامك راحة، حبة من البركة، حبة من الحب. في بعض الأيام بتصحى من النوم كتلة، بتصحى من النوم مخنوق من غير سبب، بتصحى من النوم متضايق، بتصحى من النوم شايل حمل كبير. وعشان كده هنا في استثمار، تستثمر ورق، بتستثمر مشاريع، بتستثمر حاجات كتيرة جدا.
دايما الناس بتحب تتكلم معاك عشان بتحس قد ايه انت حكيم، وكل ما بيكون في حد عايز يعمل حاجة في حياته بيختارك انت. نضرب تاني الكواقع بتاعتنا وان شاء الله برضو خير. هنا بقى اقدر اقولك ان انت مصدوم من حد كان عزيز على قلبك، اذا كان شريك او اذا كان اهل الله اعلم، بس اتصدمت حتة صدمة، ومن ورا الشخص اللي انت اتصدمت الصدمة ده هو ندمان على اللي عمله، او ندمان على الكلام اللي قاله ليك زعلك الله اعلم، بس هو ندمان وزعلان قوي ان هو ظلمك. حرفيا انت بدأت تبص لنفسك، حرفيا انت عايز تكون متألق وتكون واثق من خطواتك. بس دايما اقولك عايزاك تهدي اعصابك وتاخد فترة من الراحة. ليه تاخد فترة من الراحة؟ عشان الفترة اللي جاية هيبقى فيه بعض الانشغالات، هيكون في بعض القرارات، فعايزاك تاخد القرار يكون القرار اللي انت بتاخده صح، ما يكونش غلط، ويكون القرار مناسب دايما في حياتك. عندك طاقة تبشير، طاقة فرحة، بس في اشتياق، في حد وحشك انت في من ناحيته لهفة واشتياق، عايز تشوفه، عايز تكلمه، عايز تعبر له عن مشاعرك الله اعلم، عايز تتكلم معاه. انت هنا تعبان من وفاة حد، يعني انت سمعت خبر وفاة حد زعلت قوي ومطعون او زعلان عليه، معرفش مين هو، بس في حد عندك ممكن يكون في حرف الالف حرف النون، الحد ده انت زعلان قوي عليه ان هو توفى الله اعلم. دايما بيبقى قلبك عايز حاجة وعقلك عايز حاجة وشكلك عايز حاجة، يعني حتى لو في طعم في قلبك بتبين دايما ان انت احسن حد، ودايما بتبين ان انت مفيش اي حاجة في حياتك، حتى لو شايل الحمل وشايل الهم دايما بتبين ان انت ابسط الامور عندك. اكتر حاجة بتعاني منها حاليا العاطفة، العاطفة عندك تعبانة. ليه؟ علشان انت مخترتش الشريك الصح، مخترتش الشريك المناسب. ممكن يكون في علاقة من الابراج الترابية، ففي مشاكل بينكم، وفي حد هنا مظلوم. الحد المظلوم ده مسجون او تعبان او مخنوق الله اعلم، واقف جنبه انت وبتساعده، او زعلان عليه، زعلان عليه قوي. مهما تسمع كلام يضايقك هدي اعصابك. مشكلتك كمان ان في حاجة موقفة حالك، مخليه مفيش استكمال في مواضيعك ولا استكمال في اي حاجة تخص حياتك. بسم الله ما شاء الله عليك، هيبقى بينك وما بين الاهل راحة، او مواضيع هتتفتح الفترة اللي جاية، وهتاخد قرارات مهمة زي ما قلت لك. في كمان هنا خبر هيوصل لك كلها كام يوم، الخبر اللي هيوصل لك ده هيفرحك قوي زي ما قلت لك. في اشخاص تزعلش مني، من دمك ولحمك، مش حابين لك الخير، بيكذبوا عليك وبيحتلوك او بيحاولوا ينافقوا عليك في اي حاجة تخص حياتك. خلي بالك، معروف عنك ان انت مهما اي حد يتعدى الحدود معاك كرامتك خط احمر، كرامتك محدش يتعداها، كرامتك محدش يجي عليها، ممكن تخسر اي حد. ما تزعلش مني كمان انه في حد عندك طرف ثالث، او في حد عندك في حياتك بيجدد لك سحر، انت عندك سحر متجدد في حياتك. بسم الله كمان ما شاء الله عليك، في حد من الابراج النارية تربطك بيه علاقة، علاقة حب، علاقة أخوية، علاقة صداقة الله أعلم. الحد من الأبراج النارية ده بيحبك، وبيحبك جدا كمان، وبيحاول دايما إن هو يعني الحد من الأبراج النارية ده واقف جنبك، بيحبك فعلا ومن قلبه، بيحبك ومن قلبه، بس خلي بالك من الأشخاص اللي بتتدخل في حياتك. نجمك خفيف في السماء هيكون لامع، هتسمع أحلى الأخبار الفترة اللي جاية، وهتعرف ايه اللي هيحدد مصير علاقاتك في حياتك وهتشتغل عليه. فلو عندك طرف ثالث انصحك ان انت ما تسمعش كلام حد وتشتغل على نفسك. مهما يكون في طاقات تفكيرك، الاشخاص اللي اكلوا حقك لما يريد ربنا هيجيب لك حقك في الوقت المناسب. انت ما تعرفش قد ايه ربنا بيأجل عليك الحاجة علشان يديك الحاجة اللي انت تستاهلها الله أعلم. بسم الله كمان ما شاء الله عليك. هنا لو كانوا أعدائك هم أهلك، فالفترة اللي جاية هيكون فيه تقدم وفيه نجاح يخص انتصاراتك، أو يخص أن أنت هتكون متألق عنهم، هتكون أخبارك واثق من قدراتك الفترة اللي جاية.
مهما يكون الأشخاص اللي في حياتك لازم تعمل حدود بينك وما بينهم، ما تديش حد زيادة عن اللزوم في حياتك، أو ما تخليش حد يتمادى أبدا في حياتك، لأ حط النقط على الحروف. نكمل القواقع بتاعتنا ونضربها تاني وبرضه نشوف ايه الأخبار عندنا. في علامة اكس، علامة الاكس ده بتدل ان انت في حاجتين او في موضوعين او في قرارين عكس بعض عندك في حياتك. امورك هنا بقدر المستطاع بتحاول ترتبها بطريقة صحيحة او بطريقة ايجابية باذن الله. ففي كمان طاقة فرق، طاقة تغيير، طاقة فرحة، الله اعلم انت ناوي على ايه او ناوي تطلع ازاي، ناوي تعمل ايه مش عارفة، بس انت في امور هتخلصها، فالامور اللي عندك دي هترتبها وهتسمع خبر حلو. في كمان هنا مفاجأة بتترتب لك، او في حد هيكلمك، في حد هيفرحك، في حد ناوي يعمل معاك علاقة، حد ناوي يستثمر مواضيع منك، الله اعلم. فياريت تخلي بالك من نفسك وتحرص على نفسك اكتر الفترة اللي جاية. ودايما اقولك ان انت ما تخليش اي حد يسيطر على افكارك، افكارك دايما ايجابية وطريقك دايما مفتوح، فجيالك اخبار او جيالك امور هتسمعها، كلام هيوصلك، الله اعلم. فالقلق اللي في حياتك والنفور اللي بينك وما بين الشريك هو ده السبب، المشاكل اللي انت حاليا بتعاني منها هي سبب الضغط اللي انت بتعاني منه اليومين دول حرفيا. الفترة اللي جاية هتكون من اكتر الفترات اللي انت هتكون فيها متألق، وهتكون قدراتك عالية لتوصل للهدف والحلم. باين عليك قوي الحياة العاطفية ان مؤثرة في حياتك، يعني اقدر اقولك ان علاقاتك العاطفية عندك واقفة، ما بتسمعش كلام حلو من الشريك، ما بتسمعش حاجة تخص الحياة العاطفية، في طاقة حزن من الناحية العاطفية. فعندك رسالة هنا هتوضح لك الامر العاطفي اكتر، وهتعرف قد ايه يعني اذا كنت انت في علاقة غلط او انت استعجلت ان انت تدخل في العلاقة بسرعة، الله اعلم. ففي امور هتخص الحياة العاطفية عندك هتبدأ تتكلم فيها، هتبدأ تحط نقط على حروف فيها، الله اعلم. وفي موضوع شاغل بالك، الموضوع اللي شاغل بالك ده هو اللي عامل لك طاقة القلق وعامل لك طاقة الحزن. بعض منكم ناوي يعمل حاجة جديدة في حياته، عندك هنا بقى ظهر لك شوية حروف او حبة اشخاص موجودين في حياتك، عندك هنا اربع حروف، عندك حرف الالف، حرف الميم ده دايما بيظهر لك، عندك حرف النون، حرف الواو، دول موجودين عندك في حياتك الاربع حروف دول. انت اكتر حد تعرف صلتك بالاربع حروف دول ايه، بس في حرف من دول ازيك، في حرف من دول بينك وما بينه اذى، والتلات حروف في طريقك او في حياتك. بلاش تكون متسرع في اي خطوة بتخطيها، انت دايما بتخاف على اللي حواليك ودايما بتقدم الخير. ولو كان لو انت عايز تعرف السبب الرئيسي بالمشاكل بينك وما بين الشريك بسبب ان انت بتبين حبك قوي، بتبين اهتمامك بالشخص الاخر قوي، بتديه اهتمام زيادة عن اللزوم. لازم كل حاجة تكون متوازنة، كل حاجة تكون باضواء مختلفة. في باب هيتفتح قدامك بعد نقطتين زي ما قلت لك، الباب اللي هيتفتح قدامك ده هيكون سبب رئيسي في تغيير امور كتيرة جدا في حياتك. في وضع كمان من الاوضاع انت بتحاول تتأقلم عليه، ليه؟ علشان ناوي تعمل برضو كذا حاجة مختلفة في حياتك، ناوي تشتغل، ناوي تعافر، ناوي تجاهد، ناوي تقف على رجلك من جديد، الله اعلم. ففي نجاح وفي تغيير، وممكن كمان خلال 20 يوم او خلال فترة اللي جاية ممكن تغير السكن او تبني تشتري، هتشتغل في العقارات او هيكون في شغل حلو، هتكسب من وراء مكسب حلو، وهتدخل في طاقة برضو حلوة، الله اعلم. بس انت ناوي وبتشتغل وبتعافر وبتجاهد وبتوصل لاهداف وبتوصل لاحلام، في كذا طريق عندك في حياتك الفترة اللي جاية ناوي تشتغل عليه. ليه؟ علشان حاسس بطاقة خمول، فعايز تطلع كل اللي جواك، عايز تشتغل، عايز تعمل حاجات كتيرة جدا. فدايما اقولك ان انت ما تتسرعش، ودايما اقولك هدي اعصابك وما تديش الحياة
فوق حجمها، ما تجيش فوق نفسك علشان ترضي حد، لا اهدى وهدي واشتغل وعافر، والهم الكبير فترة معينة وهينزاح من على قلبك، من على كتفك، من دماغك. كل حاجة بتاخد وقتها، كل حاجة ليها وقت معين، وبإذن الله ربنا هيرضيك أكبر رضا. وخلي طريقك مش مسدود، خلي طريقك فيه حد بينك وما بين الأشخاص اللي موجودين في حياتك حاليا. أتمنى لك السعادة، وأتمنى لك الخير والدعم القادم لحياتك بإذن الله.